لا. طيب، يقول وأنه استواء حقيقة، ما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى حقيقة، ما قال ثم استوى على العرش حقيقة، لكن اضطر إليه أهل السنة يقولوا حقيقة، لأن هناك من يقول مجازا. لما قال مجازا قال لا، حقيقة ليس مجاز، واضح؟ فهذه الكلمة قيلت في مقابل قولهم مجاز، لو ما قالوا مجاز ما احتجنا إليها، لكن لما قالوا مجاز قال لا بل حقيقة، الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. إذا كان مجازا يقول إيش الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استوى يعني استولى، يعني قهر، ومن الاستيلاء ليس من الاستواء. ربنا جل وعلا استوى على العرش يعني على وارتفع العرش، وليس استولى عليه كأنه لم يكن، كأنه كان لغيره فاستولى الله عليه، لا، بل الرحمن على العرش استوى. لو أراد الله استولى لقال استولى، لماذا يقول استوى؟ سبع مرات يقول الله استوى ولا مرة قال استولى، ثم يكون معناها استولى؟ معنى كتاب الله مبين، لبين الله لنا مرة واحدة من سبع مرات، سبع مرات ماذا يقول؟ استوى، ولا مرة قال استولى. طيب النبي عليه الصلاة والسلام الذي نزل على القرآن، ها كم مرة قال استوى استولى؟ ولا مرة. طيب الصحابة الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفسر القرآن وكان عندهم طلاب ومدارس في التفسير، ولا واحد قال استوى استولى. طيب طلاب الصحابة من التابعين ولا واحد قال، حتى جاء زمن المتأخرين وقال إيش استوى استولى، لا يمكن يكون حق معهم، وإنما استوى بمعنى استوى. طيب استوى بمعنى على وارتفع في حق الخالق ولا المخلوق؟ استوى بمعنى على، هذا الخالق والمخلوق، والمخلوق أيضا. لماذا الخالق والمخلوق المعنى واحد؟ لأنه كله إيش بلسان عربي مبين. ماذا قال الله في حقه جل وعلا وهو الخالق؟ قال الرحمن على العرش استوى. ماذا قال في حق المخلوق؟ قال لتستووا على ظهوري ثم تذكرون عند ربكم إذا استويتم عليه. فاستوى في حق الخالق والمخلوق المعنى واحد، لكن أين التفاوت العظيم؟ في كيفية الاستواء. فاستواء الله يليق به، هو الخالق جل وعلا العظيم الكبير، واستواء المخلوق يليق به، المعنى واحد والكيفية تختلف. والفرق بين استواء الخالق واستواء المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. هل في تفاوت بين الخالق والمخلوق؟ أكيد تفاوت عظيم، واضح؟ فمن يخلق كمن لا يخلق، فرق كبير بين الخالق والمخلوق. فالفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق في كل شيء، يعني ربنا جل وعلا سميع بصير والمخلوق سميع بصير، فرق بين سميع بصير سميع بصير، المعنى واحد. كيف يعني المعنى واحد؟ ما معنى الله سميع بصير؟ يعني يسمع ويبصر. ما معنى المخلوق سميع بصير؟ يعني يسمع ويبصر. ما الفرق بين سمع الخالق وبصره؟ بين السمع وبصر الخالق وبين السمع وبصر المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق، انتهى، ما في أي إشكال. كل صفة لله تليق بالله جل وعلا، وكل صفة المخلوق تليق بالمخلوق.